أرض خير أنبتت سبع سنابلها وأيديكم رعت يا حبة في أرض خير أنبتت سبع سنابلها وأيديكم رعت فتباركت في كل سنبلة مئة هذه ثمار عطائكم قد أينعت هذه ثمار عطائكم غرفة العمليات ومدى تجهيزها من حيث أنابيب الأكسجين وشبكاتها وتوصيلاتها ومحابسها والإضاءة ومدى التعقيم وباقي الأدوات هي مؤشر على مدى تقدم المستشفى وأحد المعايير المهمة في تصنيفها، فضلاً عن أنها الرئة التي تتنفس بها أي مستشفى لنجاح عملياتها. نبدأ الأول في تفحص الغرفة الكبيرة دي، غرفة العمليات المعقمة الأكثر تعقيماً في المستشفى. هنا ده ميكروسكوب العيون مخصص لعمليات العيون، جهاز الأشعة الخاص بعمليات العظام CR، ننتقل إلى جهاز المناظير مخصص في عمليات النساء وعمليات الجراحة بتتم بالمنظار، وجهاز التخدير الذي تقوم بتخدير العمليات، جهاز تخدير على أعلى مستوى. ننتقل لمعاينة الغرف الأخرى في المستشفى. التعقيم الجراحي بالنسبة للأطباء وهيئة التمريض، التعقيم قبل العملية. عندنا غرفة متوسطة لإجراء عمليات النساء والعمليات المتوسطة بجميع أنواعها، جهاز التخدير، غرف دولاب الدواء، غرفة صغرى قام بها العمليات الأقل تعقيماً كعمليات القدم السكري وعمليات النساء الإجهاض التي تتم إسر النزيف. وهنا غرفة بعد الولادة نقوم بوضع الطفل، هذا السيرفو الذي المحضن الذي يوضع عليه الطفل بعد الولادة. غرفة خاصة بجميع عمليات العيون كعمليات المياه البيضاء والزرقاء، ميكروسكوب العيون، هذا جهاز مايكروويف يقوم بتعقيم آلات العيون المستخدمة في العمل. ليزر العيون، هذه الغرفة مجهزة تجهيز كامل سيفتي ليزر ممنوع الاقتراب، عندما يجلس المريض وتغلق عليه الغرفة هو الطبيب ينير اللمبة بالخارج بالضوء الأحمر أي ممنوع الاقتراب من هذه المنطقة.
تجلس المريض على سرة هنا حتى تمام الإفاقة، ويخرج المريض في تمام الإفاقة بدون ألم. الآن نستعرض غرفة العناية المركزة بمستشفى الرحمة. العناية المركزة تحتوي على ثلاث أسرة بأجهزة التنفس الصناعي والمونيتورز المجهزة، كما تحتوي على الكراش ترولي وهو دولاب الأدوية المساعدة لغرفة العناية المركزة، والديسي شوك الجهاز الصدمات الكهربائية. تستقبل المستشفى في العناية المركزة حوالي 10 حالات شهريا. طبعاً هذا عرض تفصيلي لغرفة العمليات والعناية المركزة بمستشفى الرحمة التابعة لمجمع الرحمة الخيري الذي أنشأته دولة الكويت. مستشفى الرحمة بجيبوتي قسم النساء والتوليد، في عندنا كذا مرحلة من متابعة المرضى. أولا عندنا يعتبر قسمين، هما في أمراض النساء وأمراض التوليد. أمراض النساء وهي مثلا أمراض كثيرة، ممكن منها عدم الإنجاب، تأخر الإنجاب، ممكن أمراض أخرى مثل النزيف الحاد أو النزيف المتكرر أو عدم انتظام الدورة، وهذه يعني أمثلة وليست كل شيء فيها. بالنسبة لأمراض التوليد فهي بتبدأ من متابعة ما قبل الحمل، وثانيا أثناء الحمل، والمرحلة أثناء الولادة وما بعد الولادة. بالنسبة للخدمات اللي بنقدمها هنا في أمراض التوليد، أمراض التوليد ممكن يكون مصاحب للحمل مثلا سكر مع الحمل، ممكن يكون ضغط مع الحمل، فبيتم متابعة الحمل يكون حمل آمن ويكون الولادة إن شاء الله آمنة بإذن الله. بالنسبة لخدمات التوليد نفسها هنا عندنا قسم طوارئ 24 ساعة على مدار اليوم في 7 أيام في الأسبوع. في أي وقت ممكن واحدة تحس بألام الولادة ممكن نتعامل معها بإذن الله، سواء ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية. احنا طبعا طبيعة الشعب هنا بيحب الولادة الطبيعية، فبنحاول معاهم على قدر المستطاع فيما لا يضر الأم ولا يضر الطفل. أما إذا اضطررنا إلى الولادة القيصرية فالحمد لله موجود جميع الإمكانيات إن احنا نستقبل الولادات القيصرية. الحاجة اللي بنوه ليها إن احنا الحمد لله أي حاجة بيحصل فيها مشاكل خارج المستشفى، سواء كانت في مستشفيات خاصة أو مستشفيات عامة أو حكومة، مستشفيات الحكومية بيتم إرسالها إلى مستشفى الرحمة، ونحن بحمد الله نتعامل معها تعامل يعني فوق الممتاز بفضل الله.
أرض خير أنبتت سبع سنابلها وأيديكم رعت يا حبة في أرض خير أنبتت سبع سنابلها وأيديكم رعت فتباركت في كل سنبلة مئة هذه ثمار عطائكم قد أينعت هذه ثمار عطائكم قد أينعت بشرى لكل المنفقين ذوي العطاء لا تنقص الصدقات مال الأسخياء بشرى